جود ايفنينج يا وزاره الاتصالات. فيتيم يعطيكم العافيه. انا حاليا بارمينيا عم صور فيديو قدام شركه فيما تيل ام تي اس، شركه تليفونات. اشتريت خط ب 2 دولار 3000 ليره يعني لبناني، فيه ايام 9 اشهر، فيه 10000 دقيقه حكي، فيه 5000 ميجا بايت، والميجا بايت بينتح ميجا بايت، ما بيشبه الميجا بايت عندنا بلبنان، ما بيخلص الميجا بايت هون. باغلى بلد بالعالم بتروح بتسرز خط وبتشتري وبتسرزه دقائق وايام وساعات وسنين وذكريات وميجا بايتس وميجا دايت ب 10 دولار، اللي عندنا ببيعوك كل شغله لحالها، يعني شركات الاتصالات هون بذكروني بدكانجي البندوق، بيكون عندك كيس دواء غسيل جاي معه قنينه دواء جلي، بقوم بفك العرض ببيع قنينه دواء جلي لحالها وكيس الغسيل لحاله، هيك انتم بتبيعوا الايام لحاله والدولارات لحاله والانترنت لحاله، هي اصلا لا دقيقتك دقيقه ولا ميجا بايت تبعونك ميجا بايت ولا ايامك ايام ومش وقتك يا هوا ولا ايه؟ بدي تغنيه، بقولوا لك عاملين عرض معك تحكي شخص واحد 190 دقيقه، يعني حقيقه عرض بيسوى كلساتي لما اكون مخلص شغل. هالقد قيمته، انه قالوا لكم انا كبني ادم اقول لكم مثلا ممكن عوز احكي مع واحد تاني 190 دقيقه بالشهر، ما انا بعد شوي مرتي حاعمل لها بلوك عشان بتحكي كثير، لوج او بيعطوك 440 اس ام اس. شابو باس، حقيقه شابو باس على هيك عرض، يعني مش عم بفهم شو، يعني انتم يا بهليل يا ما بهليل، انه العالم تتطور يا قدام، صار في شيء اسمه واتساب، بالواتساب مش بحزي الاس ام اس تبعكم انا، بشو ممكن عوزهم؟ مش عم بفهم نحن ب 2019 بترجعوا على ورا، يعني بعد ناقص تعملوا عرض كل ما تحكي قصة اي بيطلع لك تكت لشخصين لحفله عبد الحليم حافظ. هذا عرض مرتب مثلا، العالم تمشي لقدام، انتوا الى الولاء ضر. انتوا الى الولاء ضر. بيجيك اتصال بتحكي ساعه لا بتفهم ولا المتصل بيفهم ولا حدا بيلقط شيء على الثاني، الو سمعني؟ لا مش سامعك عم بقطش، بعد ارجع اطلع انزل فوت بالنفق اطلع من النفق فوت بالحيط، مش عم بفهم. بتفهم قصص غريبة ومقطش وما بتعرفش تحكي شيء، بكون خلص كارت التسريج هان وبعدها ما وصلت المعلومة بدك توصلها. يعني لشو عم تاخذوا مصاري؟ نوبادي اندرستاند. بيجي عندك الميجا بايت، الخمسة جيجا على كل كوكب الأرض بدها شهرين ما بتخلص، إلا بلبنان سبحان الله جمعة بكونوا هوب طايرين. هلا تهريب الكهرباء بيتساوى عند الكهربجي، بس تهريب الميجا بايت وين بيتساوى؟ فهمونا. عند الكندرجي مثلا؟ يعني بعدين بكل العالم يا بتشرج دقايق يا بتشرج وحدات يا بتشرج اوبن بوفيه، يعني كل شيء دقايق وحدات وفيك تحكي وفيك تعمل اللي بدك اياه. ليش بلبنان بنشرج دولارات بس لحالها؟ فينا نفهم اصلا لشو بدنا نفهم؟ ليش في شيء بهالبلد مفهوم؟ حتى مفهوم الفهم مش مفهوم. جود ايفنينج يا الحكي اللي كثير نابع من والله ما بعرف حيل شو عم بحكي.